السلام عليكم. وفي شيوة أم وايد إن شاء الله راح ندير لكم اللحم بصل وطماطيش، تقنية ما شاء الله في الطياب تاعها، لكن تجي بزاف بنينة ويجي اللحم يجينا طري، يعني يجي طايب، يعني يجي طايب زبدة، يعني يجي طايب هايل. واش راح نحتاج في الوصفة؟ طراف تاع اللحم كيما حبيتي، حبيبة تاع الطماطيش، أنا مش راح نكتر، راح ندير حبيبة تاع طماطيش مسكرفجة، حبيبة تاع بصل مسكرفجة، زوج في الصوص تاع التوم، عفوا المعدنوس، وعرف تاع الزعترة. الزعتره واش يدير؟ الزعتره ينحي لنا ديك الصفاره تاع اللحم، هذيك الشحمه اللي كينقص لنا من يعني ما يديش اللحم تاعنا يكهم. واش نديرو؟ نحكم لاكوكوط تاعي بارد في بارد، يعني بدون فرن، نحكم لاكوكوط تاعي، ها هي، ندير فيها شويه تاع الزيت ما نكترش، كما نعرفوا اللحم تاع الغنمي يجي ميدم، يعني حتى تاع البقري تقدري ديري بنفس الطريقه. واش ندير؟ نحط الطرف تاع اللحم تاعي بهذه الطريقة، ندير لهم البصل كما راني نقول لك بهذه الطريقة، يعني بدون فرن بارد في بارد، نوجدو الكوكوطة تاعنا، ندير لها الحبيبة تاع الطوماطيش اللي كنت سكرتشتها، العود تاع الزعترة، المعدنوس كما نشوفو، سكرفج عليهم الثوم حوالي زوج فصوص تاع الثوم. هنا هذا اللحم تاعي مش راح نطيبو بالماء، نطيبو بلا ماء وعلى نار قليله، يعني التقنيه تاع الطياب هذا يخلي اللحم يطيب مليح، خاصه اللي يحبوا اللحم طايب مليح راح تعجبهم هذه الوصفه. اذا ندير المعدنوس مليح، واش نديرو؟ ندير الملح، نملح اللحم تاعي، نديرو شوية تاع فلفل أسود، شوية تاع سكنجبير، زنجبيل مطحون، حيعطيه بنة هاد اللحم هذا. إذا نخلط كل المقادير مع بعض كما نشوفو، هداك البصل والثوم طوماطيش مع داك اللحم، ونغلق لاكوكوط تاعي، ندير لها الصفارة، إذا نشعل كانون الموايان، نشعلو على نار قليلة يعني ناقصة كامل، ونحط لاكوكوط تاعي على النار مدة من ساعة حتى لساعة وربع، ما تقلقيش عليها ومش راح يتحرق لك، يعني كان يخاف يطيبوا بلا ما، جربوها يعني على ضمانتي مدة ساعة، راح نفتحها عليه ونشوف واش كاين. انا نخليه من ساعة حتى لساعة وربع باش نفتحها عليه، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راهي جازت ساعة، راني نحيت الصفارة حتى خرج النفس كامل باش نحل لاكوكوط تاعي. هنا كونوا حذرين ونشوف اللحم تاعي كيفاش راهو، شوفوا هذيك لاصوص، يعني ما شاء الله. انا عندي قلت لكم عندي ساعه ملي درتو يطيب، يعني اللحم هنا راهو دخلو طياب، راح نزيد له شويه، نزيد له حوالي 10 دقائق ونطفي عليه. اذا نعاود نغلق عليه مده 10 دقائق ونطفي عليه، ونقدمه لكم في طبق التقديم بإذن الله. إذا ها هو اللحم تاعي، أنا دلي بالضبط دلي ساعة وربع في لاكوكوط مغلوقة بدون ماء، نار قليلة، ها هو اللحم تاعي طاب. شوفوا هذيك لاصوص تجي خاطرة وتجي بنينة، تجي ما شاء الله، حتى الريحة تاعو وما يجيش يجمد اللحم هذاك الطيبي بهذه الطريقة، يجي خفيف ويجي بنين كما راكي تشوفي. راح نوريكم اللحم لهنا كيفاش طاب لنا، شوفوا كيفاش يطيب، يعني يطيب بزاف طري هذا اللحم هذا، شوفي تنحى وحده من العظم كما رانا نشوفو، يعني ولا درتي الهبره وحدها راح تجي ما شاء الله، راح تجي تدوب في الفم. جربوا هذه الوصفه، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، وتبعوني على الفيسبوك شهيوة ام وليد. ويعني عذروني هذا اليومين اللي فاتوا، يعني
علقتش على التعليقات لاني ما كنتش في الدار، يعني عملت جولة على العائلة تاعي وغفرت لهم بمناسبة العيد الكبير. عذروني 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 لانه كاينين بزاف اللي يزحفوا، يعني دائما يكتبوا لي لماذا لا تردي على التعليقات. دائما نقول لكم اعذروني الا ما جاوبتش، مش معناتها ما قريتش التعليقات، ولا ما شتونيش كامل ما جاوبتش معناتها مانيش في الدار. اعذروني اعذروني اعذروني.